cifras terribles del número de víctimas mortales que ha provocado a esta hora la Danajero. En este momento y de forma provisional, la cifra de víctimas mortales asciende a 51 personas. السلام عليكم. فعلا الوضع كارثي في فالنسيا والنواحي ديالها وباقي المناطق في اسبانيا. الموضوع ما بقاش كيقتصر فقط على فالنسيا، بل الموضوع يعني في جميع المناطق متفرقه في اسبانيا، خاصه البارح واليوم، واحتماليه حتى الغداء غادي يكون الجو خايب. مجموعه كبيره من المناطق وحتى كاتالونيا هذه المره نابرة، جميع المناطق تقريبا، ولكن اكثر المناطق تضررا لحد الساعه واللي سجلت خسائر كبيره، خسائر بشريه وماديه، هي فالنسيا. خسائر ماديه كبيره في السيارات، في المنازل، في كل شيء تقريبا، في جميع القطاعات كاين خسائر، وخسائر كبيره بسبب هذا الجو اللي كنعيشوه في اسبانيا. يعني دائما الداخليه كتعلم، والشرطه والرجال المطافئ وجميع الادارات الاسبانيه بصفه عامه هنا في اسبانيا يوجهوا تحذير المواطنين كاملين انهم ما يستعملوش الطرقان اللي محتمل انها قريبه للوديان، او لا ممكن انها تفيض عليها الوديان، او لا ينصحوا الناس ان الطرق يحاولوا ايفيتيو التنقلات في هذا الوقت، هذا في 24 ساعه على الاقل اللي جايه، يوقفوا التنقلات ديالهم لان الوضع صعب، ممكن ان الوضع يكون خطير. كاين حتى غدا في كاتالونيا يعني التساقطات تكون غزيره وكبيره بزاف في جميع المناطق تقريبا المتفرقه في كاتالونيا، بلا ما نهضروا على اندلسيا ونبرا ساراغوسا والنواحي وزيدوزي، يعني تقريبا كل اسبانيا كامله كتعيش واحد الجو اللي هو خايب وخايب بزاف. هادشي اللي عطى الله، كنتمنى ان ربي يحد الباس ويرجع الامور لمجاريها. بطبيعه الحال هادشي دار تقريبا اسبوع والجو داير بحال هكا في اسبانيا. هنا بغيت نتقاسم معكم بعض المقاطع اللي كتحبس الانفاس تقريبا، واللي غنشوفوها مع بعضياتنا في هذا الفيديو هذا. غادي نخليكم بطبيعه الحال تشوفوا معايا هذه المقاطع ديال الخدمة على قدم وساق ديال الإنقاذ، رجال الإنقاذ والناس خدامين يعني صباح مساء بدون توقف باش ينقذوا ما يمكن إنقاذه في هذه المرحلة. خلي معك واحد لايك ما فيها باس وتبع معايا هذا الشيء اللي غنقسمكم اليوم.
بشكل أكثر وكذا. Vamos a orientarla un poquito. Sí, por favor.